طريقة تفريز أو حفظ الأفوكادو في الفريزر. طبعا الأفوكادو بنجيبه يدوب، بس بنفتحه وبنلاقيه سواد بسرعة رهيبة. ممكن نستخدم نص حباية الأفوكادو والنص التاني يسود، مع انه لو اسود هو كده مش معناها انه باظ، بس لونه ما بيكونش لطيف. عشان كده هنشوف ازاي نحفظه في الفريزر بحيث اما نحتاج النص التاني من الافوكادو، او لو جبنا كيلو نفرزنه كله، وما نحتاجه نطلع قطعة قطعة نستخدمها سواء في العصير او في السلطة. اول حاجة هنغسل الافوكادو، هنحتاج لمية عادية خالص من الحنفية، وهنضيف على المية دي شوية خل، وهننزل فيها الأفوكادو حباية حباية، وندعكها بإيدينا كويس جدا عشان لو فيها أو على القشرة أي حاجة تطلع منها. بعد كده نحطها على الفوطة. وهكذا أنا معايا كيلو من الأفوكادو، هعمله كله بنفس الطريقة. أتمنى تعملوا لايك للفيديو، اللايك بيرفع الفيديو جدا وبيخليه يتشاف. وكمان أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة. بعد كده هننشف الأفوكادو بالفوطة قطعة قطعة. لازم الأفوكادو يكون ناشف تماما من المية، يعني مفهوش أي مية خالص. وكمان الفوطة بتنضفه كمان شوية، يعني لو فيه أي حاجة لازقة على القشرة الفوطة بتنضفها كويس جدا. بعد كده هنجيب حباية الأفوكادو ونقسمها كده بالنص بالسكينة. لازم السكينة توصل للبذرة من جوه، ونيجي من فوق وننزل بالسكينة كده عشان توصل البذرة من جوه. بعد كده نلفها بإيدينا، بنلاقيها بتتقسم نصين بسهولة جدا. وكمان البذرة أوقات بتكون لزقة جامد، وكمان أوقات بتكون سهلة جدا في الخلع. بنشيل البذرة بالشكل ده. هعمل لكم فيديو تاني ازاي تحمصوا بذور الأفوكادو وتعملوا منها توابل مفيدة جدا وصحية. كده احنا قسمنا الأفوكادو، هنعمل واحدة واحدة عشان ما تسودش، لأنه بيسود بسرعة رهيبة. هنجيب أكياس اللي هي دي الأكياس الاسترتش، ونغلف كل نص لوحده. لازم نغلفه كويس جدا عشان ما يدخلوش اي هوا خالص. بعد كده هندخله الفريزر على طول، ووقت الاستخدام هنخرجه بس قبليها بخمس دقايق. بعد كده نستخدمه عادي خالص سواء في العصير او في السلطة. وكمان بيتعمل منه سلطة طحينة جميلة جدا، هعمل لكم طريقته بسلطة الطحينة. وكمان هنعمله عصير مع بعض، وكمان هنعمله بالسلطة العادية. طريقته سهلة جدا. لازم نحفظ الأفوكادو وما نسيبوش في التلاجة لأنه بيبوظ وسعره غالي جدا. وكمان ما ينفعش نستخدم النص ونسيب النص التاني لونه بيسود. وعايزة أقول لكم حاجة مهمة جدا، مش معنى أن لون الأفوكادو سود أنه كده باظ، لا، هو بس مجرد لون. ممكن تصيبوا النص التاني لتاني يوم لو هتعملوه بسرعة، وتشيلوا القشرة السودة بس وتستخدموه عادي خالص. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.